جئت عرضا على قناة السويس، وأقليم قناة السويس بالنسبة لمصر هو أقليم مهم وواعد جدا جدا، والخطط المصرية المستقبلية تقريبا متركزة في هذه المنطقة الواعدة. هل هناك تصورات صينية للاستثمار في هذه المنطقة؟ هل هناك خطط صينية للتواجد بكثافة في هذه المنطقة؟ شريان حيوي منطقة من ناحية الجغرافية هائلة جدا ولديها فرص عظيمة متوسطة العالم، وأنتم لديكم خبرات طيبة بها يوم أن تظاهرتم لنصرة قناة السويس في حربها في 56. في كل اللقاءات بين رئيسين بلدين، رئيس الصين السيد شي جين بينغ ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الحديث بينهم يشمل موضوع التعاون في مشروع تنمية محور قناة السويس. ولدى جانب الصين اهتمام كبير جدا لهذه المنطقة المحورية وفي منطقة قناة السويس الاقتصادية. هناك منطقة تيدا السويس للتعاون الصيني الاقتصادي والتجاري، وفي هذه المنطقة أكثر من 80 شركة موجودة فيها، وتوفر للسوق المحلية أكثر من 3000 فرص عمل، وقد دفع لمصر ضرائب بقيمة أكثر من مليارين جنيه مصري. وهذه منطقة نموذجية للتعاون بين الصين وبين الدول الإفريقية. وأيضا فيما يخص بقناة السويس، كما تعرف الصين هي أكبر دولة للتجارة البضائع في العالم، وهناك في سفن تجارية صينية كثيرة جدا تمر يوميا بقناة السويس. وأيضا نعمل على إنشاء مركز التدريب المهني في منطقة تيدا السويس لتوفير التدريب المهني للعاملين بهذه المنطقة، حتى يعني يساعدهم في إيجاد المهارات المهنية الأكثر أكثر يعني رقية.